علاش هذه المخابز المصنفة والمخابز غير المصنفة، والكل الهدف هو ضرب التونسيين في قوتهم ومعاشهم. العملية الملتوية لرفع الدعم على الخبز. سيدة وزيرة التجارة نادت منظمة الأعراف اللي هي يتبعوها المخابز العصرية أو المخابز الغير مدعمة كيف ما سيادتك تقول أو الغير مصنفة، وطلبت إنها ترنط الفارينة تولي بمليون وثلاثمائة، في حين احنا كنا نشرو فيها بستمائة وخمسة وستين دينار، وطلبت منا طبعا إلزاما إن سوم الخبز يغلى. انتخبك الشعب التونسي باش تجوعه، انتخبك الشعب التونسي باش تفقره، انتخبك الشعب التونسي باش تفرق بينه بين فقراء واغنياء،